اهلا وسهلا بكم مشاهدينا في حلقه جديده من كيبورد، ونبداها كالعاده بابرز العناوين. هاشتاغ ثوره الجياع يتصدر مواقع التواصل الاجتماعي. جماعه الحوثي تمنع اقامه مهرجان افلام حقوق الانسان كرامه اليمن. مدينة عدن تفتتح مهرجان الشعوب والتراث في موسمه الثاني. وشركة فيسبوك تعلن عن تسمية آدم موسيري رئيسا جديدا لإنستغرام. أضيف فقرة الاستضافة الشاعر أنس الحجري. مرحبا بكم. أطلق ناشطون يمنيون دعوى لتفجير ثورة للجياع ضد ميليشيا الحوثي، محملين إياها مسؤولية تجويع اليمنيين وإفقارهم منذ انقلابها على الشرعية عام 2014. وتحت هاشتاغ ثورة الجياع نشوف التفاعل مع الهاشتاغ. خرجت في مدينة تعز مظاهرة شعبية حاشدة تجوب عددا من شوارع المدينة احتجاجا على انهيار سعر العملة الوطنية. نشوف صور من هذه المظاهرة. وبنفس الموضوع نشوف منشور الأستاذ نبيل البكيري معلقا على الحدث، يقول فيه: تعز كعادتها عن كرامة اليمن واليمنيين لا تساوم، اسمعوها جيدا، هي لسان كل اليمنيين شمالا وجنوبا وترمومتر قلوبهم. خرجت اليوم منددة بالفاشلين العاجزين واللصوص وتحالف الخراب الممنهج. اسمعوا تعز جيدا، فهي لا تقول إلا الصواب دائما. الفن أيضا لم يقف متفرجا، لوحة للفنان مراد صبي عن ثلاثية الحرب وعلق عليها: ثلاثية الحرب، الجوع والمرض، جدارية في مدينة الحديدة. تصوير نجيب صبي.
منعت جماعة الحوثي إقامة مهرجان أفلام حقوق الإنسان كرامة اليمن بسبب ملصق ترويجي لفيلم صوت قزح، وهو أحد الأفلام المشاركة في المهرجان والذي تظهر فيه صورة لرجل بالقرب من زوجته. الكثير تفاعلوا مع الموضوع وكتبوا منشورات، اخترنا لكم بعضها ونبدأها بمنشور الناشطة فاطمة الأغبري قالت في جزء منه: هذه الجماعة التي لم تحركها صور الأطفال الذين يموتون جوع في عدد من المحافظات اليمنية، ولم تحركها حالة الناس في مناطق سيطرتها، بل حركتها صورة بريئة لا تسيء لأحد، حركتها صورة تعكس مدى فهمه السلبي لكل شيء جميل. نحن بلا كرامة وكرامتنا أهانتها جماعة الحوثيين منذ 2014 وحتى اليوم. منشور آخر لحافظ غراب يقول فيه: تم إيقاف أفلام كرامة اليمن بسبب هذا البوستر، قال لك إنه خادش للحياة. رغم أن هذا الفيلم ليس رومانسي أو خادش للحياة كما قيل ولا ينتقد أي طرف، فقط فيلم وثائقي يحكي قصة حياة وكفاح رسامة وكيف تزوجت بعازف أخرج إبداعاتها للعلن على هيئة رسومات تعرض بمحافل محلية ودولية في ظل حرب دمرت البلاد، وكيف استطاعت ريشة ألوانها أن تلون ما تبقى من جدران الوطن. يحكي أيضا قصة كفاح هذا العازف الذي صنع لنفسه كمانا وهزم بعزفه أصوات القنابل والطائرات. وفي عدن نظمت كل من مؤسسة أكون للحقوق والحريات ومؤسسة وجود للأمن الإنساني ومؤسسة جسور للسلام والتعايش الجلسات الحوارية الخاصة بالعدالة الانتقالية وآلياتها بعنوان العدالة صمام الأمان أساس السلام. وتأتي هذه الفعالية في إطار الشراكة المحلية بين مؤسسات المجتمع المدني ضمن الاحتفالات باليوم العالمي للسلام. نشوف صور من هذه الفعالية. وفي عدن أيضا شارك مدير عام مديرية الصيرة بمحافظة عدن خالد سيدو في مهرجان الشعوب والتراث في موسمه الثاني، والذي احتضنته ساحة مجمع عدن مول بالمديرية، ونظمته مؤسسة إبذار بالتنسيق مع اللجنة المنظمة للمهرجان. نشوف صور من هذا المهرجان. إلى التكنولوجيا وأخبارها، فقد أعلنت شركة فيسبوك عن تسمية آدم موسيري رئيسا جديدا للشبكة إنستغرام. وموسيري هو أحد قدام العاملين في الشبكة، إذ بدأ كمصمم للمنتج عام 2008، وشغل موسيري منصب نائب رئيس المنتج في شبكة مشاركة الصور بعد أن انتقل من منصب نائب رئيس إدارة فريق واجهة الأخبار في فيسبوك في مايو من هذا العام، عندما أعاد الرئيس التنفيذي مارك زوكربيرغ تشكيل فريق القيادة التنفيذية بأكمله. ونشوف الآن الفيديوهات اللي انتشرت خلال هذا الأسبوع، نبدأها بمقطع تداوله الكثير في صفحاتهم عن شاب يمني يدعى أحمد الحبيشي طرد من منزله بسبب عدم قدرته على دفع الإيجار وقام بعمل بيت آخر له ولكن فوق شجرة. نتابع هذا الفيديو. سكنها أنا.
عنها، تغير مستقبلك. انساك انساك الحين. مش نصور طالع. ايش اسوي لك داخل؟ غرفتنا وسروينا العازف حقك. واو غرفة وحركات. يا حبيشي وين نام؟ أو يا ساتر. حقي بس كبير. وين الدرجة؟ وين الرصنصي؟ لا والله اني قوة. تدخل من هنا. الله. وهذا غرفة. ها امسك انت له. ايوه خليني اطلع عندك. والله انك عقل والله. طبعا هذا اشي جنا في الشارع. وطلع من هنا. اصبر. تطلع من الشجره الى الغرفه. وهذا الاخ احمد الحبيشي مخزن. ما شاء الله طاقة يا ولد حركاته وكهرباء. بعيد عن الإيجارات وبعيد عن مشاكل المأجرين وبعيد عن وجع الراس. بالله مرتاح يا أحمد هنا؟ ها؟ مرتاح؟ الله يوفقك. صدق القائل الحاجة أم الاختراع. الآن كليب بعنوان تحت الحطام لمجد الزيادي وعلي الجمحي، نشوفه مع بعض. ميوانو اكي اي فورس جيه جيه تحت الحطام شوفوني واقف اغني. تحت الحطام شوفني واقف لا ولسه ابدع بفني. ما حد يرضى بهذا الحال تسقط تروح تموت اجال. ما حد يرضى بهذا الحال لا انسي ولا جني. القصف الدايم عالدوام وانا ثابت في مكاني. مؤمن انا بالله ما حد يقدر يهزمني. ماشي ذنب اطفال ماتوا بهذه الحرب الدنيئه. بالله حد يفهمني. كل مبدع في مجاله والحاله والله حاله. حتى الشاب في عز شبابه اصبح على اهله عاله. الاب انكسر قدام اسرته ضعيف. ما هو لاقي بس ياكل هو وزوجته وعياله. ايش يسوي ها؟ ما باليد اي حيله. ولو ادافع عن بلادي قالوا اليمن عميله. شتتونا عن احبابنا فرقونا. للاسف هذه الحقيقه باختصار دمرونا. احلى من اللي يتمنى نعيشها لكن في الواقع سراب. كل واحد فينا تمنى نفسي وافكر لين متى هذا الحال. اسال نفسي وادعي يا ربي يا رحمن. كنت اتمنى انه ما في شر ولا عصيان. كنت اتمنى انه ما في دمع ولا احزان. كنت اتمنى يا بلادي نعيش في سلام. واليوم صار الحيوان احن من الانسان. الى الامام ما عادت تفرق معي. مسلم يقتل اخوه والطفل ارعبوه. والناس في عيونها غضب رحمه ما عادت تعي من نكون ها. هل نحن امه الاسلام ام اتباعك يا فرعون؟ القتل اصبح مستباح والدمع في العيون. لله لاجئون للعزيز الجبار لرب هذا الكون. اقعد انا لحالي يا اسف افكر بالاماني. اكتب امسك بيدي مايك اعبر بالاغاني. ما عليك من اللي اقوله في الاخير كنت اتمنى اعتبرني شاب. وصلنا إلى فقرة الاستضافة وضيفنا اليوم الشاعر أنس الحجري. أنس أهلا وسهلا فيك معنا اليوم. أهلا وسهلا بكم. أنس لو أنت مستعد بسألك أسئلة، مجموعة أسئلة نتعرف فيها عنك عن قرب أكثر، مستعد؟ طيب نبدأ. كالعادة نبدأ بسؤال أوصف نفسك بكلمة. بسيط. وأكثر وسيلة تواصل تستخدمها؟ ما الحب إلا للحبيب الأولي طبعا فيسبوك. أجمل مكان زرته في حياتك؟ أجمل مكان إسطنبول. ومكان تتمنى زيارته؟ بلادي طبعا. لي 3 سنوات ما أزورهاش لكن بشكل عام باريس يعني. جميل. شخصية تتمنى مقابلتها؟ الشاعر الفلسطيني تميم البرغوثي. إن شاء الله تقابله. شخص داعم لك في مجالك؟ نعم. شخصية داعمة لك؟ الأستاذ سليمان الكامل. يخلي لك. مجال دراستك؟ هندسة مدنية.
طيب الآن لو نتكلم بشكل أوسع، متى وكيف ظهرت موهبتك وعلاقتك بالشعر؟ طيب أول شيء كنت في سن 11 تقريبا لما بدأت أفرق ما بين الكلام العادي وما بين الكلام الموزون اللي هو الشعر. بدأت أحاول إني أقلد، عندما أقرأ كتب أشوف إنه في فرق، يعني ألاحظ أعجبت بالشعر وبدأت أقلده، فأعجبتني الفكرة واستمرت على هذا. طبعا كان في بعض المحبطين وكذا، فحاولت أتخلص منهم إني اخترعت لي لغة وحدي، يعني الكلمات عربية لكن الأحرف كانت مختلفة تماما، عندما يشوفها القارئ طلاسم يعني ليس لها معنى، لا يفهمها إلا أنا ولا يقرأها إلا أنا، واستمرت على هذا الحال إلى أن وصلت إلى هذه المرحلة. يعني كان خوف منك ولا كيف؟ حذر من المحبطين؟ هو ما كانش خوف بقدر ما كان يعني سخرية. أنت في عمر 11 أنت إيش عرفك إيش الشعر أصلاً حتى تدعي أنك شاعر وأنك كذا من هذه الأشياء؟ هذول المتنمرين دائماً موجودين في كل زمن وبتواصل تلاقيهم لوقت طويل. طيب أنت لما بدأت تكتب بمن تأثرت في كتاباتك من الشعراء اللي قلت أنك كنت تقلدهم أو كنت تقلد قصائدهم؟ أولاً بدأت بأحمد شوقي الشاعر المصري المعروف، بعدها بنزار قباني تأثرت به كثيرا، وكذلك تميم البرغوثي والشاعر اليمني الراحل عبد الله البرادعي رحمه الله. هؤلاء الأربعة هم من وضعوا بصمتهم في شعري أعتقد. جميل، وأول قصيدة لك؟ أول قصيدة أنا أتذكر عنوانها لكن لا أتذكر محتواها بصراحة. متى كانت وعنوانها؟ قالت لنا الأعراب أو حاجة زي كذا، يعني ما نش عارف ليش هذا العنوان وإيش كان النص، إنما هذا اللي بقى في عقلي منها. متى كانت أول قصيدة لك؟ تقريبا في نهاية الصف السادس. جميل، طيب لو نتكلم عن عدد القصائد اللي كتبتها حتى الآن كم هي، حصرتها؟ نعم، حاولت أن أحصر تقريبا 300 قصيدة. واو. هؤلاء الموجودة معي، حتى أني كنت أنوي أن أطبع ديوان وأنا لازلت في الثانوية، يعني شجعني بعض المدرسين اللي أكن لهم كل الاحترام والتقدير وأشكرهم من هذا المنبر. كنت ناوي أطبع ديوان لكن الظروف ما سمحت، كوني كنت عايش في ريف وكذا وكذا، فما قدرت ولازلت إلى الآن لم أطبع أي شيء يعني، لكن القصائد لازالت موجودة ومحفوظة. كنت بسألك يعني فين هي لطباعة الديوان؟ نعم، في نية عندك لطباعة الديوان فعلا يعني؟ نعم، هناك نية لطباعة الديوان، لكن حاليا أنا متوقف بسبب الدراسة وكذا، والديوان يحتاج له تنقيح ومراجعة لغوية ومراجعة شعرية وأشياء كثيرة يعني ممكن تأخذ الوقت. هل فكرت باسم للديوان؟ نعم فكرت باسم، لكن أتحفظ عن قوله حتى لا يسرقه الغير، يعني حقوقك الأدبية لكم فقط. تمام، خوفا. تمام، طيب نعم، لو أسألك المرجعيات التي شكلت ذخيرتك الشعرية مبدئياً. طبعاً كل شاعر لابد أن يبدأ بالغزل، هذا شيء طبيعي، كذلك نستطيع نقول يعني شعري يغلب عليه طابع الحزن بحكم الأوضاع التي نعيشها الآن، وكذلك يعني منذ 2004 ونحن في حرب في اليمن، فلهذا السبب يعني قضيت أكثر من نصف عمري في الحرب، فأغلب قصائدي يغلب عليها طابع الحزن والغزل يعني طبيعي. والوطنية كذا أحياناً إذا هذا طلعت. هذا وضع الفنانين اليمنيين بشكل عام. لو أسألك عن قارئ الأول لقصائدك الشعرية وما هي درجة ثقتك فيه؟ القارئ الأول كانوا هم أقاربي طبعاً وكنت أثق فيهم جداً، طبعاً أقاربي المقربين يعني لم يكونوا من المحبطين أبداً، بل كانوا داعمين ومشجعين لي، وحتى أن بعضهم كان ينشر قصائدي لأصدقائي من دون أن أعرف حتى يشيرني، وكان هذا الأمر يسوءني في البداية، لكن بعد أن عرف الجميع بأني أكتب خلاص بعدين تعود صرت أحب هذا الشيء. جميل، وأنواع الشعر التي تفضلها الكتابة؟ الشعر العمودي باللغة العربية الفصحى. جميل، طيب ما زلت تكتب في الغزل ولا والحزن ولا في مواضيع ثانية؟ نعم، ما زلت تكتب في الغزل والحزن ولا انتقلت إلى مواضيع أخرى؟ طبعا مواضيع الوطنية ومواضيع الغربة، الوضع الذي نعيشه حاليا هو ما يحتم علينا، يعني أحيانا تأتي القصيدة كأنها وحي وما علي إلا أن أدون فقط، أشياء تأتي بغير طلب. نعم، ولذلك سميت موهبة،
أنس الكاتب في العادة له طقوس خاصة للكتابة، هل لديك طقوس خاصة لكتابة الشعر؟ فنجان قهوة أعتقد ومكان هادئ، هذا كل ما أريده، وقلم يعني. جميل. طيب هل ترى أن قواعد نظم الشعر مقيدة أو مقيدة لإحساس الشاعر أم لا تؤثر عليك؟ ما هي؟ قواعد نظم الشعر أعتقد أنها لا تؤثر، إذا كان الشاعر خياله واسع فإنه يستطيع أن يكتب ويستطيع أن يوصل رسالته بشكل واضح، والشعر يعني أعتقده هو أسهل وسيلة لإيصال الفكرة وسكب الأحاسيس، أستطيع أن أقول التي يريد أن يوصلها للناس. جميل، تحدثت عن رسالة وفكرة، طيب ما هو دورك كشاعر وإنسان فيما يجري في اليمن؟ طبعا أنا سأنهج ما نهجه الشعراء اليمنيون قبلي. نجد أن الشاعر الراحل عبد الله البرودوني، أنا قرأت أعماله الكاملة طبعا، نجده كان ثائرا حرا لا يصبر على ظلم ولا على جوع، ولهذا فهو قدوتي الأول. وكذلك الراحل محمد محمود الزويري في بيته الشهير: بحثت عن هبة أحبوك يا وطني فلم أجد لك إلا قلبي الدامي. هؤلاء هم من نسجوا الثورة، أنا أعتبرهم الأصل في نسيج الثورة، كانوا دعاء إلى الثورة وإلى التحرر وإلى التغيير، وأنا كذلك سأنهج على نهجهم بما استطعت إلى ذلك سبيلا. جميل، حدثنا عن مشاركاتك الخارجية والداخلية. في الحقيقة لا توجد لدي مشاركات كثيرة، لأني لازلت كما يقال يانع أو شاب لا يعرفني الكثيرون، لكني شاركت في عدة احتفالات في اليمن، حصلت على جائزة من مكتب التربية والتعليم في محافظة إب طبعا في الشعر، ويعني عدة شهادات وجوائز من منظمات وهيئات مختلفة. ومشاركتي الوحيدة في الخارج طبعا كانت في مسابقة أقيمت في إسطنبول قبل عدة أيام، والحمد لله حصلت على المنصب الأول وأخذت الجائزة. طبعا هذه كانت أهم جائزة حصلت عليها. نعم، هل كانت هذه أهم جائزة حصلت عليها؟ إلى الآن نعم، أعتقد أنها أهم جائزة مادية وليست معنوية، هناك جوائز معنوية كثيرة قد حصلت عليها. جميل. أما بالنسبة لمشاركاتي في البرامج والاحتفالات، فاحتفالات الاتحادات يعني هذا أكثر شيء أشارك فيه في قصائدي، الأعياد الوطنية، الأعياد، المناسبات الدينية. في العادة هذه هي البداية، طيب ما الأمنية التي تتمنى تحقيقها؟ نعم. على المدى الطويل؟ أتمنى أن أصبح شاعراً لا غبار عليه كما يقال، وإن شاء الله هذا هو هدفي الذي أول يوم أفصح عنه يعني من أجلكم، وإن شاء الله سأصل إليه يوماً من الأيام. جميل جداً، وماذا ستلقي علينا اليوم؟ قصيدة غزلية طبعاً. تفضل. أبوح بما عندي فقد فاض ما عندي، وأخفي من الأحزان أضعاف ما أبدي، حسبت بأني حين أخرج غازيا سألقاك في صفي وعينيك في جندي، ولكنني لما خرجت وجدتني على هذه الدنيا أقاتلها وحدي. أمت الهوى قبلي كثيرا وحان أن ألقنه موتا ليرتاح من بعدي، أما زلت يا قلبي تراها جميلة وإن باركت قتلي، وإن وقفت ضدي تقول بأني لم أعد في كتابها وما عاد شعري حين أكتبه يجدي، وتنفي وفي العينين ألف رسالة تؤكد ما تنفيه دمعا على الخد، وقد يعجز السياف قتلي بسيفه وبتار عينيها إذا لمحت يردي، وتعشقها روحي وتكره وصلها فيؤلمني قربي ويؤلمني بعدي، وأقتل ما يعصى على الناس قتله وحين يجيء الليل يقتلني وجدي، فإن غاب من أهواه عاد لي الأسى وإن عاد من أهواه عدت إلى رشدي، وما كل قيد حين يوضع سيء وبورك قيد طالما يجمع الأيدي. رائع يا أنس، واضح تأثرك بتميم البرغوثي، أشكرك جزيل الشكر، نتمنى لك كل التوفيق. شكرا جزيلا لكم، أشكرك أيضا أستاذ أفنان. شكرا لك.
مشاهدينا الكرام، وصلنا إلى ختام هذه الحلقة. ننتظر تفاعلكم معنا مجددا عبر صفحة البرنامج الظاهر رابطها أسفل الشاشة. هذه تحياتي لكم، أنا أفنان تركر، كما هي لكم من معدة البرنامج إلهام عامر وكافة الطاقم. إلى اللقاء.